إذن بالنسبة لهذا العرض سنتناول فيه ملاحظات الفصل الدراسي وتحليل التفاعلات داخل القسم. فمن بين العناصر التي سنتناولها هناك مقدمة، تعريف فعل التدريس، شروط تحليل فعل التدريس، معايير تحليل فعل التدريس، ثم الأسس النظرية لفعل التدريس. سنتناول النظرية السلوكية والنظرية البنائية، النظرية السوسيو بنائية، ثم النظرية المعرفية. بعدها نتطرق لمكونات فعل التدريس، تحليل التفاعلات داخل الفصل الدراسي، ثم نموذجين لشبكات ملاحظات التفاعلات، نموذج مورش ثم نموذج فلوندرس. ففي البداية أولت الدراسات في مجال علوم التربية وعلم النفس التربوي بالخصوص أولت الاهتمام لشخصية المدرس وكفايته المهنية، قبل أن تنتقل هذه الدراسات فيما بعد إلى الاهتمام بفعل التدريس. فإذا انتقلنا من شخصية المدرس إلى فعل التدريس، ويمكن أن نعتبر فعل التدريس بمثابة حلقة وسطى بين شخصية المدرس من جهة ونتائج فعل التدريس من جهة ثانية. نتائج فعل التدريس أي النتائج التي تحصل لدى المتعلم أو ما يقوى المتعلم على إنجازه وتحقيقه. فعندما تم التركيز على جانب الشخصية كان هناك اعتماد على معايير انتقاء المدرس، تكوين المدرس، وتقويم التكوين الذي خضع له المدرس، في حين أن التركيز على تحليل فعل التدريس تم فيه إعطاء الأهمية والأولوية لتحليل الممارسات ولفهم الإجراءات التي يتخذها المدرس أثناء إلقائه للدرس، ثم أشكال التفاعل القائمة بينه وبين جماعة الفصل. ننطلق من تعريف بسيط لفعل التدريس باعتباره يقصد كل الممارسات الهادفة إلى تحقيق أهداف وإحداث تغيير لدى المتعلم عن طريق التفاعل. تحديد إحداث هذا التغيير الذي يشمل كيفية التصرف والتفكير وإحساس التلميذ، ويتم التأثير الذي يمارس في وضعيات التعلم المدرسي عن طريق صيرورة الإدراك والتفكير. ففعل التدريس إذن هو فعل منظم يشمل مرحلة التخطيط للأهداف وللوسائل وأشكال التفاعل، ثم مرحلة الإنجاز وتدبير الفضاء والزمان والنزاعات، ثم مرحلة التقويم للنتائج والفعالية والأثر. وأيضا فعل التدريس يشمل مرحلة التتبع والدعم. فيقصد إذن من فعل التدريس هو باعتباره فعل هادف، بمعنى أنه يعمل على تسهيل عملية التعلم لدى المتعلم وإحداث تغيير في سلوكه، هذا التغيير الذي يكون قابلا للملاحظة والقياس. فلما كان التدريس صيرورة معقدة تتفاعل فيها مجموعة من القوى والعوامل، كان لابد للمدرس أن يكون قادرا على أن يحلل عمليات تدريسي، وبالتالي فهذه العملية أي عملية التدريس باعتبارها صعبة ومركبة، فهي ترتبط بمجموعة من العوامل أو العناصر التي تؤثر فيها. من هنا لا يمكن أن نحصر فعل التدريس فيما يقوم به المدرس داخل الفصل الدراسي فقط، ففعل التدريس يشمل أيضا إنجازات المتعلمين وتفاعلاتهم مع المدرس وداخل الجماعة أي جماعة الفصل. ومن هنا يمكن أن يكون تصرف المدرس عاملا متغيرا تابعا لعوامل وأسباب أخرى،
بين هذه الأسباب هناك حافزية المدرس، تجربته المهنية، نمط شخصيته، كفايته إلى غير ذلك. كما يمكن إذن لسلوك المدرس أن يحدث أثرا أو تغييرا في مكتسبات المتعلم. وفي هذا الصدد سيتم التركيز على التفاعل بين المدرس والمتعلم الذي ينتج عنه التعلم، يعني التفاعل الذي ينتج عنه التعلم. فبالنسبة لفعل التدريس، فليس هدف تحليل فعل التدريس هو رصد الأخطاء لدى المدرس أو لدى المتدرب، أو تقويم عمله أو الحكم عليه أو إصدار أحكام قيمة عليه. فيتعين أثناء تحليل فعل التدريس يتعين إشراك المدرس في جميع مراحل إعداد لتسجيل الحصة مثلا. يتم الحرص أيضا على عدم إزعاج التلاميذ أثناء تسجيل هذه الحصة عن طريق الفيديو، ويتحتم أيضا استخدام شبكات ملاحظة منظمة أو معيارية بعد أن تم التدرب عليها. وتنصب المناقشة، أي مناقشة الدرس الذي تم إلقاؤه، تنصب المناقشة حول مجريات الحصة ونجاحات المتدرب أو إخفاقاته دون ما المس بشخصيته. فالهدف الأساسي هو تجويد الممارسات وتطوير الكفايات المهنية لدى المدرس. بالنسبة لمعايير تحليل فعل التدريس، نظرا لتعقد فعل التدريس كما أسلفنا، فاختلف علماء التربية في تحديد معايير تقويم عمل المدرس. فهناك من ركز على معيار الفعالية، أي فعالية الخطاب التواصلي أو التفاعلي بين المدرس والمتعلمين، وهناك من ركز على معيار القيم ونوعية العلاقات الوجدانية بين المدرس والمتعلمين، في حين أن البعض الآخر ركز على معيار الإنجاز واكتساب المعارف والمهارات من لدن المتعلمين. ثم أيضا هناك من ركز على معيار التحويل لدى التلاميذ وقدرة هؤلاء على توظيف مكتسباتهم في وضعيات مغايرة لما سبق أن تعلموا فيها. ثم هناك أيضا من الباحثين من ركز على معيار جودة المناخ المدرسي، أي كل ما يرتبط بالبيئة الاجتماعية، المحيط الأسري، والشعور بالأمن داخل المدرسة. لذلك تبقى الكفاية المهنية للمدرس ذات أبعاد متعددة ومتشابكة، بحيث تختلف كفاية الفعالية من منهاج لآخر، ومن مدرس لآخر، ومن فصل دراسي لآخر. ويمكن أيضا أن تنتج هذه الاختلافات عن اختلاف شروط العمل، كموقع المؤسسة المدرسية والتجهيزات المتوفرة وطبيعة الفصل الدراسي، عدد التلاميذ، وطبيعة الأنشطة والإنجازات التي يقومون بها. ننتقل هنا إلى خطط تحليل فعل التدريس التي تحدد لنا مجموعة من العوامل أو العناصر التي تتفاعل فيما بينها، التي يتعين أخذها بالاعتبار من أجل فهم فعل التدريس. فهناك أولا المحيط الاجتماعي والمدرسي، ونقصد به كل التجهيزات المدرسية وجودة الحياة المدرسية والعلاقة مع المحيط الأسري إلى آخره. ثم كمدخلات نجد تجربة التكوين والتكوين الأساسي والخصائص الاجتماعية للتكوين. فالمدرس إذن يخضع لتكوين أساسي أو تكوين مستمر، وهذا التكوين له مجموعة من العناصر التي ترتبط بالخصائص الاجتماعية للتكوين، كل ما يرتبط بعلاقة التكوين بالجو الاجتماعي أو بالمناخ الاجتماعي الذي يمر فيه التكوين، تكوين المدرس. وكمخرجات نجد آثار فعل التدريس، سواء على المدى البعيد بالنسبة لتكوين الأجيال الصاعدة، أو بالنسبة للتقدم الحاصل في مكتسبات المتعلمين، أو تبني أفكار ومهارات جديدة بالنسبة للمدرس، أو توسيع آفاقه المهنية.
كعناصر داخل هذه الخطاطة نجد تلك العناصر المرتبطة بالمعالجة، أي معالجة المدخلات لكي تعطي لنا هذه المخرجات التي تحدثنا عليها. فهناك خصائص المدرس، وهناك سلوك المدرس، وهناك أثر هذا السلوك الذي يقوم به المدرس من خلال التفاعلات والأنشطة الديداكتيكية والإنجازات التي يقوم بها المتعلمون. فبالنسبة لخصائص المدرس، هناك القدرات، قدراته الفردية، درجة تحفيزه، عادته، مهاراته إلى آخره، سلوكه، طريقة تعامله مع المتعلمين، استجابته لطلب المتعلمين، تدبيره للنزاعات وللفصل. ثم هناك أثر هذا السلوك على التلاميذ، سواء كان هذا الأثر ملحوظا أو كان هذا الأثر خفيا. الآن نتطرق إلى بعض الأسس النظرية لفعل التدريس أو للتعلم بشكل عام. فنتطرق أولا للنظرية السلوكية التي تنظر إلى العوامل المؤثرة في التعلم باعتبارها عوامل خارجية. فهناك عامل الحافزية لدى المتعلم، ثم هناك المثيرات والاستجابات، ثم هناك التعزيز السلبي والإيجابي. فبالنسبة للنظرية السلوكية تعطي الاهتمام أكثر لمضمون التعلم أو المضمون الدراسي، ويظهر هذا فيما يستطيع المتعلم أن ينجزه من أفعال أو من أعمال تكون قابلة للملاحظة والقياس. ويعمد المدرس إلى تهيئ الشروط الخارجية أو الشروط المناسبة للتعلم. والتعلم يتم بطريقة تدريجية، بحيث أن المعارف يتم تجزئها إلى وحدات أو عناصر صغيرة، ويتم تقديمها وفق منهجية متدرجة من البسيط إلى المعقد. وأثناء التعلم يتم تعزيز التعلمات اللاحقة من خلال ربطها بالتعلمات السابقة عن طريق إما المحاكاة أو عن طريق التكرار أو المحاولة والخطأ أو الأثر الذي يحدثه التعلم، ثم أيضا القدرة على التعميم. بالنسبة للنظرية البنائية عند بياجي، ركزت أكثر على أولوية النشاط الذهني للمتعلم، ذلك عكس النظرية السلوكية التي رأيناها سابقا. فالتعلم بالنسبة لهذه النظرية البنائية هو عملية بناء للمعلومات والمعارف من طرف المتعلم بطبيعة الحال، من خلال عمليتي الاستيعاب والتلاؤم، بحيث أن المتعلم يبني المعرفة استنادا إلى تجربته ونشاطه الذهني، فيخضعها للبنيات الذهنية السابقة عندما يتعلق الأمر بالاستيعاب، أو يعمد إلى تكييف هذه المعرفة حسب ما تقتضيه الوضعية الجديدة، وهذا ما نقصد به التلاؤم. فالتعلم إذن بالنسبة لهذه النظرية البنائية هو تغيير للتجربة ناتج عن السلوك أو الفعل الذي يقوم به المتعلم. فمعنى هذا أن المتعلم يكون قادرا على إعمال الفكر وعلى بذل الجهد أثناء التعلم. وبربطنا للقدرة على التعلم، نرجع إلى مفهوم المرحلة عند بياجي، بحيث أن مثلا تلميذ المرحلة الابتدائية يكون تفكيره أو تعلمه مرتبط أكثر بكل ما هو محسوس أو كل ما هو ملموس ومشخص. ويرتبط التعلم بطبيعة المرحلة النمائية للمتعلم، بحيث أن المتعلم في المدرسة أو في السلك الابتدائي لا يقوى على حل المشكلات المجردة، وهذا ما لن يتأتى له إلا عند اكتمال نموه الذهني، أي حوالي السنة 15 أو 16. بالنسبة للنظرية السوسيوبنائية، فالتعلم هو بناء جماعي يشارك فيه الفرد إلى جانب الجماعة. فهو هذا التعلم هو نتاج تفاعل بين الفرد وبين المجتمع، فهناك عدة عوامل لغوية وثقافية تتدخل أثناء التعلم. فالمعارف بالنسبة لهذه النظرية السوسيوبنائية تمر عبر مسار ينتقل مما هو اجتماعي إلى ما هو فردي. ف
فالمعارف تكون موضوعية عندما يكون هناك إجماع أو اتفاق اجتماعي، أو تكون معارف ذاتية عندما يتعلق الأمر بالفرد بذاته. من حيث طبيعة التعلم والتفاعل، فهذه النظرية السوسيوبنائية تقوم على دور الوساطة الاجتماعية، أي التفاعل الذي يحدث بين المدرس أو من يقوم مقامه والمتعلم. ويمكن للمتعلم عن طريق هذه الوساطة الاجتماعية أن يحقق مستوى أعلى في التعلم مما قد يحققه لوحده، كما يشير إلى ذلك فيغوتسكي، من خلال قابلية المتعلم للتعلم وبلوغه ما يعرف ب هذه المنطقة زون بروكسيمال دو ديفلوبمون، ما يستطيع المتعلم أن يصل إليه بشكل أرقى عندما يكون مصاحبا. ويكون للمدرس باعتباره مسهل للمعرفة أثر كبير على سلوك التلميذ، والتلميذ يمكن له أن يتعلم عندما يكون اتجاهات إيجابية نحو المدرس ونحو فعل التعلم. فهناك نوع من التماهي لشخصية المدرس انطلاقا من انتظارات المتعلم وتقديره للذات. بالنسبة للنظرية المعرفية، فهي تهتم بصيرورة التعلم، يعني بالطريقة التي يتم بها التعلم، كيف يتعلم المتعلم، ويتم التركيز أكثر على كيفية تنظيم وإعادة تنظيم المعرفة، سواء تعلق الأمر بتجربة المدرس أو تعلق الأمر بتجربة المتعلم، من خلال تطوير مجموعة من الاستراتيجيات المعرفية والميتامعرفية لدى كل واحد منهما. فالمتعلم الذي يطور قدراته هو الذي يتحكم في نشاطه الذهني عن طريق استبدال وتعديل استراتيجياته لبلوغ الهدف والحصول على نجاحات وفعالية أكبر. ويتم التحكم في النشاط الذهني سواء أثناء الانتباه أو المعالجة أو التخزين للمعلومات أو أثناء استرجاعها في فترة الامتحانات مثلا. بالنسبة للمدرس، عندما يقوم بتحليل ممارساته فهو يزداد فهما لما يدرسه أو للمادة التي يدرسها، وأيضا للطريقة التي يدرس بها. كما يتعين على هذا المدرس أيضا أن ينتبه أكثر فأكثر إلى ما يجري في ذهن المتعلم، أي طبيعة النشاط الذهني للمتعلم، ويزداد فهم المتعلم لما يتعلمه حسب هذه النظرية المعرفية عندما يدرك كيف يتعلم وما هي الاستراتيجيات المعرفية والميتامعرفية التي يستعملها أثناء تعلمه. بالنسبة لمكونات فعل التدريس، نظرا لتعقد ظاهرة التدريس، فركزت الدراسة على مكون واحد أو مكونات قليلة كمهارات المدرس أو تنظيم المادة التي يدرسها كالرياضيات والعلوم أو اللغة. أو نجد أن بعض الدراسات ركزت على الخطاب التواصلي، ولكن بحكم التطور الذي عرفته علوم التربية وبحكم تأثير علم الإرغونومية، وهو علم يهتم بتنظيم بيئة العمل بشكل عام، فنتيجة هذا التأثير أعطيت الأولوية والأهمية لفعل التدريس كما يحدث في الواقع. بعبارة أخرى، يعني أنه لكي يتدرب المتدرب على فعل التدريس ويطور كفايته المهنية لكي يصبح مدرسا، فعليه أن يتعرف على طبيعة الإجراءات والممارسات كما تحدث في الواقع، وليس كما تمليها التوجيهات الرسمية. فمكونات التدريس إذن تشمل الأشخاص أو الفاعلين بمن فيهم المدرس والتلاميذ، كما تشمل الأفعال التي تنجز والأنشطة التعلمية والأحداث التي تقع في الفصل والدعامات الديداكتيكية وسمات المدرس إلى جانب سمات المتعلمين، استعداداتهم الشخصية، البنيات المتوفرة، والمناخ المدرسي والأنظمة أو النظام المعمول به، نظام تعليمي.
بالنسبة للسلوك اللفظي للمدرس يمكن تحليله من حيث الشكل كما يمكن تحليله من حيث المعنى. فتحليل التفاعلات داخل الفصل معناه أن الذي يقوم بالملاحظة أي ملاحظة ما يجري في الفصل عليه أن لا يكتفي بوصف ما يلاحظه ويغفل تفسيره. فتفسير مكونات فعل التدريس يقوم على إبراز الروابط والعلاقات القائمة بينها، وكلما تعددت هذه الروابط كانت الحاجة إلى فهم أعمق، وبالتالي فمناخ الفصل الدراسي هو مناخ تتم فيه مجموعة من التفاعلات والروابط التي تربط بين المدرس والتلاميذ. فالتلاميذ مثلا يدركون مسبقا كيف يتصرف المدرس لأنهم تعودوا على ملاحظته في مواقف سابقة، وهذه التوقعات التي تطبع كافة مظاهر السلوك داخل الفصل تؤدي إلى خلق مناخ اجتماعي خاص يشبه أو يصبح عفوا شبه ثابت فيما بعد. ونتعرف على هذا المناخ من خلال استمارة موجهة للتلاميذ أو تحليلنا مباشرة للتفاعلات القائمة بين المدرس والتلاميذ ثم استقراء الاتجاهات المرتبطة بها. هناك إذن بالنسبة لتحليل التفاعلات هناك مجموعة من المسلمات التي ينطلق منها هذا التحليل. فهناك من هذه المسلمات وجود علاقة وطيدة بين سلوك المدرس وسلوك التلميذ أو التلاميذ. قياس أثر سلوك المدرس على إنجازات المتعلمين ما هو إلا وسيلة مباشرة لتقييم فعالية المدرس ومدى نجاعة طريقته في التدريس. ثم أن السلوكات اللفظية للمدرس أو الخاصة بالتلميذ هي بمثابة عينة تمثل السلوك العام لكل واحد منهما. ثم السلوكات غير اللفظية لا تقل أهمية عن السلوكات اللفظية. وبالنسبة لتفاعلات كل من المدرس والتلاميذ فهي تخلق جوا نفسيا واجتماعيا يتميز بنوع من الثبات والاستقرار. ويمكن أن يكون هذا الجو مشجعا أو محبطا مما يجعل منه مناخا قابلا للملاحظة والقياس.